السلام عليكم، مش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حبيت نشارككم عشية كنت ناويه ندير العشاء، بعد قلت وعلا ما شاركوش معاكم، بالك يعني الانسان ماشي كل حاجه باللحم، يقدر يدي من عندي كاش فكره صغيره يديرها. اليوم راح نديرو حاجه بتاع المطلوع، يعني حاجه سهله، ما فيهاش حاجه، ما فيهش حوايج بزاف. راح بعد اللي ذبت لي الطماطم والبصله، عفوا الطماطم والفلفل والثوم، زيد درت لها الطوماطيش، درت حبه وحبه ونص تاع بصل، ودرت زوج روس فلفل، ودرت حبه ونص تاع طوماطيش، وسنين تاع الثوم. اصبر، انا نحب الكزبر بزاف، ولا كما نقولوا احنا في بسكرة الدبشه هايله، انا نحبها. نروح للفارينة، انا هذا المطلوع تاعي راح نديرو بالفارينة باش يجيني خفيف. درت فيه مغرفة تاع سكر، ودرت فيه مغرفة وشوية ونص هكذاك تاع خميرة، وزدت له الملح، ملحته وبديت نعجن فيه بالماء دافي. المطلوع تاع الفارينة يجي خفيف، وبديت نلم فيه. يعني أكلة خفيفة، يعني بالخف طيبيها هكذا. لازم تكون العجينة تكون تلاصق، تكون طرية كما راكي تشوفي هكذا. شوفوا كيفاش ريح، تراك شريحين نلمو، ما تخافوا كيس بلاستيكي، هذو راني شريتهم. ومن بعد نغطيه، نغطيه بطرشونة ولا بال كيما نقولوا حنا المنديل، باش تتفاعل الخميره تاعو بالخف. قلت ان العجينه نحوه من الصاشي، كيما راكم تشوفوا العجينه خفيفه. نعاود نديرو كريسات، كريسات صغار، تشوفوا فيه كيفاه خفيف، يعني يتلاصق ما تخافوش. رايحين نقرصوه بالدقيق ولا بالسميد، نديروه كريسات صغار. احنا نقولوا له المطلوع تاع المحاجب تاع المطلوع. من بعد نولو نفتحو بالخبزة، ديرو الدقيق ونفتحو بالخبزة، ونحطو الخبزة ليه، ونعاودو نحطو لاصوص ولا هذيك الشكشوكة اللي طيبناها. تكون طايبة، ومن بعد نجيبو الخبزة نحطوها فوق اختها، ونحكمو هذوك الحواف الحاشية تاعنا، نخدموهم باش ما تخرجش هذيك نرفدوها ولوحوها في الطاجين. نكونوا مسخنين الطاجين، نرفدوها كما هكذا نورمال هكذا. بوها ونبدو نحركو فيها غير بالعقل باش تحمر كامل، انا نحبها حمراء هكذا. رانا نقطعو فيها، وهذا هو عشايا، يعني حبيت نبارطاجيه معاكم، ان شاء الله يعجبكم. ودرت مع عشايا هذا لاصوب تاع الخضره، ها هو كيفاش طابت هذه المحجوبه تاع المطلوع، وهذه لاصوب، هذو الكريسات صغار تاع المطلوع جوزوا بهم مع لاصوب. وهذه السلطه تاعنا، الحمد لله والشكر لله، الحمد ربي ونشكره على هذه النعمه. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، ومع السلامه.